رجعنا لكم مرة تانية، وزي ما قال سيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، القضية في مصر ليها شقين أساسيين، الأمن والاقتصاد. وعشان كده يعني إحنا معانا ومشرفنا ومنورنا على كنبتنا يعني قطبين من أقطاب الاقتصاد والأمن. معانا الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، منورنا يا دكتور. ومعانا سيادة اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية السابق. أهلا وسهلا بك يا فندم. نبدأ بالاقتصاد ولا بالأمن ولا بالأمن ولا بالاقتصاد؟ الاثنين بيكملوا بعض. مش منفصلين، الاثنين بيكملوا بعض. السؤال اللي محيرنا يا دكتور رشاد، الحكومة السابقة والدكتور الببلاوي بأن هم أقروا الحد الأدنى للأجور وما ترتب عليه من مظاهرات في الشارع زي ما احنا شايفين، والعمال و و و والموظفين وعايزين تطبيقه. بالظبط. هو ليه أقره وليه ما قدرش يطبقه؟ انت عارف المثل الفلاح الجميل بتاعنا يقول لك اللي حضر العفريت وما عرفش يصرفه. الدكتور ببلاوي عمل الكلام دوت لانه ما استعانش باهل الخبره، لانه ما استعانش بالعلم، وقع في النقره. الراجل ده احنا قلنا بعد 30 يونيو هنبتدي يمشي بشكل علمي وبشكل شفاف، وبالتالي المفروض مين يعمل الكلام دوت؟ جهة الاختصاص. مين جهة الاختصاص؟ المجلس القومي للأجور. المجلس القومي للأجور بالفعل خد الموضوع، والمجلس القومي ده مستو ايه؟ ممثل فيه كل الناس، حكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين ورجال أعمال، كل القوى ممثلة فيه، وبالتالي لو وصلوا القرار يبقى ده ملزم للمجتمع كله. حدث الناس اجتمعوا حوالي 6 ساعات وما اتفقوش واتخانقوا وضربوا بعض في المجلس القومي للأجور، وقالوا مش متفقين بين القطاع الخاص، وكان حضره كمان ابو عيطه وزير القوى العامله الفتره دي، وطبعا كان عايز اكبر امتياز والعمال وهكذا. المهم في الاخر خرج علينا وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور وقال يا اخوانا احنا ما اتفقناش، ومحتاجين على الاقل اسبوع كمان ندرس فيه الموضوع بشكل متكامل لاننا ما وصلناش لقرار. 9 الصبح رئيس الوزراء اعلن ان الحد الادنى 1200 جنيه، رغم ان الكلام في لغايه 11 بالليل كان الكلام كله حوالين كام؟ حوالين 800 مش 1200. ده واحد. نمره 2، وانا قلت الكلام ده رئيس الوزراء، وقلت يمكن في برنامج حضرتك قبل كده في مداخله تليفونيه، وقلت في كذا حته في يوم ما صدر القرار، قلت له رئيس الوزراء هسالك 3 4 اسئله مهمين جدا. نمره 1، هل عندك دراسه بتقول لما هترفع الحد الادنى من 700 ل 1200 هيكلفك كام؟ وعندك مصدر تمويل ليهم ولا لا؟ السؤال الاول. هل يا رئيس الوزراء الناس اللي بتشتغل في الحكومه والقطاع العام واشتغلت سنه واثنين وخمسه وعشره وخمستاشر وعشرين وخمسه وعشرين ولم يصل بعد الى ال 1200، هل هتساويه بال 1200 ولا هتدي له 1200 زائد عن كل سنه؟ هتدي له علاوه او شيء بحيث انه يميز عن لسه الخريج النهارده؟ قال لا كله زي بعضه 1200. قلت له ما فيش عداله اجتماعيه. السؤال الثالث، قلت له طب انت النهارده المعاشات الناس اللي ادت عمرها و30 و40 سنه الدوله دي خدمت فيها، هل انت زي ما تزود من 700 ل 1200 يعني 55% 56% المعاشات هتزودهم بنفس النسبه ولا دول غلابه ويقعوا من قعر القفه؟ قال لا ده كويس قوي لو ادينا 10%. وزير التضامن الاجتماعي اللي كان عمال يقول فلوس التامينات ضاعت، هو اللي قال لا ده 10% كويس قوي. حاجه غريبه جدا، اول ما بيحطوا رجليهم في بيختلفوا تماما. يظهر الكنبه بتاعتهم وثيره اكتر من الكنبه بتاعتك. ففي النهايه قلنا طيب السؤال الاهم من ده، طب انت هتقدر تتحكم في الاسعار يا رئيس الوزراء ولا هتسيب القطاع الخاص يستغلنا ويرفع الاسعار؟ اذا كنت انت رفعت 55 يرفع الاسعار هو 60% وياخد كل الفروج يحطها في جيبه هو، والناس تفضل زي ما هي غلابه، لان في حاجه اسمها دخل نقدي وحاجه اسمها دخل حقيقي. دخل النقدي عدد الوحدات النقديه اللي باخدها في ايدي. الدخل الحقيقي بقدر اجيب بيها ايه؟ كام وحده سلع وخدمات؟ اذا كنت النهارده انا باخد 700 جنيه بجيب بيهم 100 وحده سلع وخدمات، نظريا لما اوصل لل 1200 لازم على الاقل اقدر اجيب 120 130 وحده سلع وخدمات. طب لو نزلوا ل 80 يبقى انا انضريت، يبقى دخل حقيقي. يعني قعدت تسال كده وبس؟ هسال بس، اصبري عليا بس كمان بالمره سؤالين جدعانه. طيب النهارده مش الانتاج اي عمل اي منتج في الدنيا عشان يطلع
داخل فيه مجموعه عناصر انتاج مش الاجور دي احد عناصر الانتاج دي طب لما تزيد الاجور مش هتزيد تكلفه المنتج طب مش هيبيعه في السوق غالي طب لما تديني باليمين وتريح تاخدهم بالشمال يبقى عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. الاهم من دي، طيب لما انت النهارده رفعت اسعارك والمنتجات اللي جالك من الصين وجنوب شرق اسيا ما ارتفعتش اسعارها عشان المرتبات هناك ما زادتش قوي زي ما انت، ما عندهمش بيبلاوي هناك الحمد لله، فيحصل ايه؟ يحصل ان السلعه الواحده المنتج مصر بتنتجها او المصنع المصري بينتجها ب 10 جنيه بيجيلك من الصين ب 4 جنيه ونص او ب 5 جنيه، فالناس هتشتري مين؟ صيني طبعا. صيني. يحصل ايه؟ يحصل ان الراجل ده مش هيعرف يبيع في السوق المحلي لانه الناس مش هتشتري منتجه. دكتور رشاد، ومش هيعرف أنا يصدر واتحرم من كمان التصدير. اسمح لي بس انا عايز واضطر اقفل وزود مشكله البطاره واسال لا ما انا اصل انا بس هسال حضرتك حاجه معلش، يعني انا دلوقتي وحضرتك بتقول الكلام ده انا فهمته كويس، مع ان انا مش بتاعت اقتصاد خالص يعني وما بعرفش احسب كمان انما طب هو رئيس الوزراء ما فهمش الكلام ده؟ لا ما فهمش الاسئله دي. رئيس الوزراء كان عنده مشكله صغيره، ايه هي؟ ان الناس كانت بتهاجم حكومته ان هو فاشل وان هو راجل مرتجل وانه ما بينفعش وعايز يمسك العصايه من النص وعايز يكسب كل الناس بقرار واحد وعايز يكسب الغرب ويكسب الشرق ويكسب السلفيين ويكسب الاخوان ويكسب الاوروبيين ويكسب الطلبه ويكسب الالترس ويكسب العمال بقرار واحد، ما ينفعش يمسك قرار واحد بينفع يكسب بكل القوه، ما ينفعش. هو ده من طبعا خبير اقتصادي كبير قوي في فرق. شوفي دايما برضه اقول ايه، في فرق بين خبير اقتصادي مارس اشتغل طبق اتمرمط اكتسب خبرات، وفي فرق بين ناس حلوه بتيجي تتكلم كلام حلو في الفضائيات تقول لك دوست الزرار حلت المشاكل كلها مش بالنظري. وعشان كده دايما كنت اقول، وحتى لما كنت مستضاف يوم ما مرسي كسب كان معايا الراجل رئيس اللجنه الاقتصاديه بتاع حزب التجمع ده حزب الحريه والعداله فقلت الاتي، قلت صراحه كده انا ما انتخبتش مرسي وما بحبش مرسي وما بحبش الاخوان رسمي كانت في البرنامج بتاع تامر حسني تامر بسيوني انما انا انه بقى رئيسي خليني اغير وجهه نظري فيك وما تجيبش والنبي الاهلي والعشيره وجيب كفاءات، ما جابش كفاءات فهي مشكلة انه ايوه بس ده حكومة الدكتور البيبلاوي دي مش ايام دكتور مرسي، ده انا بدي مثال دي نفس الشيء. الغلط اللي وقع فيه برضه البيبلاوي انه هو راجل نظريا بيتكلم كويس بيعمل كتاب كويس انما مارس عايز صنايعي يعني عايز حد حرفي بالظبط كده زي ما انا اقعد اقرا كتاب كيف مثلا تبني منزلا حط كذا وبعدين كذا لكن سهل قوي شوفي في قصيدة جميلة قوي بيعجبني فيها كان اخونا احمد فؤاد نجم بيقول ايه؟ بيتكلم عن المثقف بيقول لك بيعيش المثقف على مقهى ريش اللي هنا في ميدان التحرير محفلط مزفلط كتير الكلام عديم الممارسه عدو الزحام بكم كلمه فاضيه وكم اصطلاح بيفبرك حلول المشاكل الاوان. خلصت اتحلت، ما اسهل انك تقول كلمتين حلوين والله اللهم متشكرين ويتقال لك ايه؟ يقول لك ده خبير الخبراء ده راجل يا سلام سلم ايه العظمه دي؟ دكتور ده الكلام حل المشاكل كلها. اكيد مش هنجيب وزير داخليه من على قهوه ريش مش كده يا سياده اللواء؟ انا لسه ما كملتش الجزئيه دي بعد الاستاذ اللواء يخلص اكمل الجزئيه دي بتاعت برضه الاجور لانها مرتبطه بالمساله دي. الاخطر من دي ايه بقى؟ انا كرجل اعمال لما تيجي تقول لي هو رجال الاعمال ما كانوش موافقين بال 700 وما طبقوش 700 لما تيجي تقول لي بقى ارفع ال 1200 هقول لك لا انا هخسر ولو رفعت قوي مش عارف اصدر وعشان كده انا هتخلى عن عدد كبير جدا من العمال اللي عندي وهزيد مشكله البطاله ولو بعمل توسعات بدل ما كنت اخد 200 عامل لا هاخد 40 50 واحد بس كفايه وبالتالي يا رئيس الوزراء انت عمقت مشكله البطاله عمقت مشكله التصدير لاني مش هقدر اصدر والاخطر من دي انك في الاخر ما قدرتش تعالج حاجه وقلت ايه بقى؟ انا هطبقه على الجهاز الاداري للدوله، يعني ايه الجهاز الاداري للدوله؟ يعني القطاع العام لا؟ يعني العمال بتوع على سبيل المثال قطاع الاعمال العام لا؟ قال لك لا، عشان كده عملوا مظاهرات. فانت ما قدرتش تعمل حاجه، ما هو انا يطبق القانون على الكل يا اما لا، انما هو كان بيعمل ايه بقى؟ كان عايز يكتسب شعبيه. شعبيه لان ايه؟ حكومته كانت واخده ما كانش عارف فرحت. ما كانش عارف ان الارغامه تنفجر في وشه، عارف الراجل بيعمل لغم وراح متفجر في وشه هو ده. هو هينافس على الرئاسه؟ احنا بنتكلم على وقت زنقه ووقت ورطه فيها مصر الدوله ومتنيله وهجس ومش عارف ايه دي والاعلاميين خبطوا فيه وكلها فكان عايز يقول ده انا كويس ده انا بعمل هو صادق يا عمال مصر اتبصوا ولذلك يوم ما طلع قرار اتحاد رئيس اتحاد العمال قال ايه؟ قال هذا القرار كارثه على العمال وعلى مصر متشكرين اذا الشعبيه حتى اللي انت كنت عايزها افتقدت طيب يعني احنا سياده اللواء ما هنقل على حضرتك دلوقتي يعني الصوره اهي دكتور رشاد شرحلنا السياسات اقتصاديه فاشله
وطبعا غضب في الشارع وغلاء وكمان ارهاب وكمان ضباط مرهقين وبيدانوا كمان لانه بيعتبروا مقصرين. اللي انا وصفته ده صح؟ هو مش مرهقين. حضرتك رؤيتك ايه؟ لا مش مرهقين. حضرتك مش مرهقين. هم يعني مش مؤمنين. ده اللفظ السليم قوي يعني هم مش مؤمنين. بمعنى؟ الشرطة كلها مش مؤمنة. ازاي يعني؟ ضباط وافراد وامناء وعساكر كله مش مؤمن. بمعنى انه هو اقصى حاجة لما الضابط يستشهد او الامير يستشهد اسرته بعد كده يعني بتتعب يعني. طب وفين يعني المعاش حضرتك قصدك المكافأة؟ طبعا يا فندم انا بقالي دلوقتي من يوم ما مشي مرسي وانا بنادي بتطبيق قانون مكافحة الارهاب. ايوه. وانا ما زلت مصر على تطبيق قانون مكافحة الارهاب، للاسف الشديد لم يطبق. وانا بنصح المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اللي ان شاء الله اللي هيستلم، بنصحه انه يبادر بتطبيق هذا القانون. لان القانون ده هو ده اللي ممكن يديني انا كضابط شرطه وكامين شرطه وكفرد في الشرطه الامان شويه. ايوه. لان للاسف طلعت صوت تاني بيقول لك 86 عقوبات، الماده 86 عقوبات فيها الحمايه، ما فيش فيها حمايه الضابط خالص، هي بتغلظ العقوبه على الارهابي. انما انا كضابط او كمين شرطه ما كسبتش حاجه. طب قانون الاجراءات الجنائيه مش ممكن لا يا فندم لا هقول لحضرتك ليه. يعني الضابط بيقبض على الارهابي على طول بيسلمه ما حتى ما يعرفش يستجوبه بشكل كافي ما هو ده على ما يثبت عليه حاجه يبقى ما ينفعش. هو ده الغلط. انا بقول لحضرتك اللي بيخاف من قانون مكافحه الارهاب هو الارهابي. وبالتالي طلعت اصوات دلوقتي موجوده في الاعلام وفي كل حته تقريبا يعني بتقول بينادوا بعوده الدوله البوليسيه، يعني احنا بالنادي بعوده الدوله البوليسيه. انتوا يعني كشرطه؟ يعني الناس اللي قلبها على مصر. انا مش في الشرطه دلوقتي، انا في المعاش دلوقتي. انما الناس اللي بتنادي تطبيق قانون مكافحه الارهاب عاوزين عوده الدوله البوليسيه تاني. ما بيقولوا احنا عملنا ثوره عشان الحريه. ما هي الحريه مش داخل بالارهاب يا فندم. ما هو عيش حريه عداله اجتماعيه. فبيقول لك احنا كده بالعكس. هو العيش اهو الاقتصاد. هذا القانون هو اللي هيوفر الحريه. وفي فرق كبير جدا بين الحريه والفوضى. مين قال ان اللي احنا فيه النهارده حريه؟ احنا في حاله مرحله فوضى، دي مش حريه. اكتر من الفوضى. وتعال نحلل ونشرح. اكتر من الفوضى. ايه يعني اكتر من الفوضى؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني قانون منع التظاهر. دي الفوضى، ان هو ايه؟ طلع قانون ما تنفذش طبعا، زي ما حضرتك شايفه يعني، لم ينفذ القانون. فانا عاوز زي ما قال الدكتور هو مش بيمنع التظاهر وبينظمه. لا هو اصلا دلوقتي ما بقتش في تظاهر يعني اصلا، يعني هو طلع القانون. لا الجمعه اللي فاتت كانوا خدوا شويه حبوب شجاعه ونزلوا تاني الجماعه الارهابيه الجمعه اللي فاتت. لا للاسف مش جماعه ارهابيه ولا حاجه، دول بلط شويه عيال مسجلين خطر بيدوا لهم فلوس وبينزلوا وكله ثلاث ارباعهم برشم. يعني انا عجبني مدير البنك الاهلي لما حاولوا يعملوا بعض العمال عنده شويه اضرابات قال لهم اعملوا لكم تحليل بول بس كده. لا بجد؟ اي والله انا ما اعرفوش يا بنك طارق عامر، انا ما اعرفوش. فابطلوا. لا خلاص انتهينا والشغل انتظم. فانا بقول لحضرتك دول مش الجماعه الارهابيه، هم اللي بيدفعوا الجماعه الارهابيه. انما اللي بينزلوا دول مش جماعه ارهابيه. طب حضرتك بتقدم روشتة لضبط الامن، قلت قانون الارهاب تطبيق قانون مكافحه الارهاب، والامم المتحده على فكره يعني اعتقد انه ما فيش حاجه تجرم انك تطبق قانون الارهاب. يا فندم ده مطبق في امريكا، ده هي بتنادي بتطبيق قانون الارهاب ومطبق في فرنسا، لانها كظابط هتكون ليا حمايه لا قدر الله واستشهدت، هيبقى اسرتي مش هتتسول من بعدي كضابط وكامين شرطه مش هتتسول من بعدي، هيبقى في اللي يتهمني بالتعذيب. وده اللي بيحصل في كل القضايا، اي قضيه يقول لك عذبونا عذبوني. ده طبيعي عذبوني. لو ثبت ان هو كذاب هو نفسه بيعاقب عقوبه الضابط اللي كان هياخدها الضابط. دي الفايده من قانون مكافحه، عشان مش اي حد يبقى في اللي بانا كده ببقه. ما انت مش هتقدر تقيم استثمارات من غير تطبيق قانون الارهاب وفقا الأمم المتحدة. أنا بنصح. ولا هي حقوق الإنسان بقت يعني حقوق الإنسان شوية كده وشوية كده. لأن خلي بالك حضرتك المنظمات دي بتاخد فلوس جامدة أوي، تمويلاتها جامدة أوي، ده أكل عيش. ربنا يوعد بقى يا سيادة اللواء. أكل عيش يعني، أكل عيش. لازم أطلع وأقعد أقول لك لا فين حقوق الإنسان؟ طب هو الشرطة مش إنسان؟ اصحي كل يوم حضرتك الصبح كده اقري الجرنان أو راجعي هتلاقي معلومة إن في حد يا أمين شرطة يا عسكري يا ضابط اتقتل. والجيش كمان ما بقاش يعني بقى ضابط. القوات المسلحة فينا طبعا ما بيكلموش. طيب ما احنا كمان في بعض الناس بتقول ان وزاره الداخليه مخترقه، يعني في معلومات بتصدر ومعلومات بتطلع من الوزاره نفسها. احنا برضو مش عايزين نقول انه يعني ده صعب ومستحيل،
لانه يعني النفوس الضعيفه موجوده في كل حته. طبعا حضرتك برؤيتك بمظهر بمنظر الجرائم اللي بترتكب بطريقه القتل بمعرفه خط سير، هل هناك اختراق؟ هو مش اختراق حضرتك، هو في ناس يمكن لغايه دلوقتي عندهم احتمال عوده للاخوان. انا بقول دي ناس اغبياء ومغيبه، اغبياء ومغيبه فعلا. يعني انا عندي مثلا اديت امثله كتير عن ضباط لما اول ما وصلوا الاخوان، مش في 2013 لا، لما وصلوا 2011 لما ركبوا الموجه لما ركبوا موجه الثوره وخلاص والتقوا بقى بالناس، والله يرحمه عمر سليمان والناس دي خلاص، وهم هياخدوا المكان خلاص، هم كانوا عارفين ياخدوا المكان. انت بتقصد فتره لواء منصور العيسى؟ اه وما بعدها. وما بعدها وما بعدها طبعا تم تطهير جهاز امن الدوله بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي. كان عندنا مثلا انا وانا في الجيزه كان مفتش امن الدوله في الجيزه اللي هو عصام حجاج، ده ضابط امن دوله كفء يعني، وتعامل مع جميع قيادات الاخوان اللي ترصد بعد كده قدامنا. يعني اول حاجه اتعملت ايه؟ اتنقل من وحش امن الدوله خبره 20 25 سنه ودوه مدير وحش الكهرباء لمده كام شهر وبعد كده في المعاش. وما رجعش؟ لا ما رجعش طبعا، ما رجعوش طبعا يعني ما رجعش يعني. وغيره من الضباط، وغيره من الضباط ومطلوبين، مطلوبين فورا. مطلوبين بمعنى ايه؟ مطلوبين مطلوبين للعوده للجهاز يا فندم، لجهاز امن الدوله. بس طبعا هم حصلت لخبطه دلوقتي، مساعد وزير للجهاز نفسه في ناس اقدم منه ممكن يرجعوا، فمش هتركب. ما هو بقى ما اشيع كمان انه امن الدوله ده يعني هو اداه التعذيب في المنطقه، مش يعني مش ان هو الجهاز لجمع المعلومات صغير. هو لازم صغير، فهو ده شيطانه كل حاجه. بعد اذنك وبعد اذن اخويا لازم يقال تعذيب. وريني واحد محترم امن الدوله قبض عليه، محترم. وريني استاذ جامعه اتقبض عليه، وريني مهندس طبيب اي محترم. انما امن الدوله كان دوره واسمه امن الدوله، بيحمي الدوله ضد مين؟ ضد اللي بيشكلوا عليها اي خطوره. كان اخواننا في التيار السياسي اللي الدين السياسي دوت كانوا ناس بيقولوا بيعملوا مشاكل وبيعملوا، فعشان كده الجهاز كان بيتصدى لهم. ولذلك اول حاجه زي الست اللي هو ما بيقول، اول ما الناس دول جم كان كل همهم ايه؟ التخلص من القيادات اللي عارفانا بالاسم، اللي كانت مسكنه قبل كده، اللي سجنتنا قبل كده، وبالتالي فرصه التخلص منهم باي شكل من الاشكال. ولذلك طلع بقى مسميات تطهير الشرطه، مش عارف ايه الشرطه، الكلام الخايف ده كله. انما هل ان الاوان للقيادات المتميزه في امن الدوله ان تعود من جديد لضبط ايقاع السوق؟ نعم. بلاش احطهم في درجات، اخليهم على الاقل مستشارين، انما الناس دول لازم يرجعوا، علشان دول عارفين كل المخربين مين، كل الفوضويه مين، كل الارهابيين مين، ونحكم المساله. لان المساله زي ما بقول لك الاقتصاد والامن وجهين لعمله واحده. ما انا عشان كده بقول لحضرتك حضرتك يعني فعلا متحمس جدا طبعاً. بس على الامن يعني بس من منظور اقتصادي. ليه يعني بقى؟ لان مش هتقدري تشوفي انت النهارده لما تبني عماره لازم يكون عندك اساس. الاساس بتاع عماره الاقتصاد هو الامن. من غير امن وامان مفيش مستثمر هيجيلك، مفيش اقتصاد هيتقدم، مفيش سياحه هتيجي، مفيش تنميه بتتم، مفيش فرص عمل، مفيش اي شيء هيديني نقله لقدام. وبالتالي انا بتصور ان منظومه الامن جزء من منظومه الاقتصاد. طب ما هو يا سياده اللواء طبعا الكلام بتقوله كلام على راسي من فوق يا دكتور، ما هو هي دي قصه الاخوان. قنبله هنا، حزام ناسف هنا، مظاهره هنا، يبتدوا يقنصوا الضباط وهم مروحين وهم قاعدين في الـ في, الـ في يعني في اجازاتهم، بحيث انك انت كمان بيشنوا حرب نفسيه، وبالتالي انت بتزعزع الحاله الامنيه زي ما دكتور رشاد. دكتور حضرتك اثرتي نقطه وانت بتتكلمي، بتقولي لي بيتجاب بشيلته وبتروح على النيابه، يعني مفيش سؤال، مفيش سؤال، مفيش تحيات. على ما علمت من محمد بيه ابراهيم السيد وزير الداخليه الحالي انه اعاد تاني المجموعه اللي انا كنت فيها بتاعت النشاط الخاص دي، مجموعه مكافحه الارهاب من اقوى من كانت في الجهاز. واول شيء طلبه طارق الزمر من محمد مرسي ان هو يلغي القسم بتاع التحقيقات ده، وفعلا تم الغاء قسم التحقيقات. ما تعرفوا على المعلومات ازاي؟ انما السيد وزير الداخليه انا كنت بكلمه من شهرين كده وقال لي خلاص احنا رجعنا قسم التحقيقات تاني. المشكله ان القسم راجع بلا حمايه. يعني ايه بلا حمايه؟ حمايه بمعنى ايه؟ حمايه قانونيه. لان احنا حضرتك لما بننزل نظبط حد او بنفتش بيت حد بنعمل محضر باسمنا. باسمي انا المقدم فلان الفلاني فتشت بيت فلان لقيت عنده كذا كيلو جلجنايت، كذا كيلو تي ان تي، ابر ضرب نار، برايه حرس جمهوري، الكلام اللي كنا بنمسكه عندهم.
فالكلام ده كله الاسماء بتتعرف. المحامين بتوعهم اول حاجه يقول له اول ما تخش قول عذبني المقدم فلان، وبتاخد اجراءاتها بقى النيابه بتسالنا طبعا عذبت ولا لا والكلام ده كله، وبنتحاكم بنقعد في القفص سنه ولا اتنين. أيوة. وبعد كده بناخد براءه. ما هو واضح الكلام انت بتقوله فعلا، ما هو من غير ما هيكون في حمايه للضباط مش عشان يعذبوا، عشان يستجوبوا، مفيش عشان يحمي تعذيب ارواحهم، عشان يبقى في سريه، والا بقى خلاص يبقى احنا بقى نعيش كده بقى مع بعضينا بقى في الفوضى دي. عموما احنا هناخد استراحه ونرجع نكمل تاني نقاشنا حول الامن والاقتصاد.